علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نورمال سيداي مفتي درس لليا يبو أبي باطا ويبقو درسي أما إجبرك وعيشي ودركات آجيل بو إيشي مدركاتية حتى بري مخربة شمويدي قو أزي مدرسي بخوينا إجا قريا قو ولا عشكي دركاتي أزن كارن قاتل مشمو ون ساعات كي لبيا ما بسن أمن كارن ساعات كي بسن طابي مدرسي بخوينا اندي مشبوري أزي بش سورة النمل نمل سورسية أما تنسلي مدني مكية لمكية نازل بيا وهي 93 آية نوتو و سي آية وقيل 94 هنقش قوتيا نوتو تشار بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقيمون بل طاسين شو طبيب أنا حروفي مقطعانة والله أعلم بمراده خدا مراده وخشي ترزانة تلك آيات القرآن آيبانا آيات قرآن قرآن هو كتاب مبين وعين زمان بانا كتابك مبينة بتسا قرآن يعني إيجا مثلا تلك آيات القرآن ياجي تلك كتاب مبين هر دو جدبة ياجي تلك آيات كتاب مبين ده مضافك جمع مقدر بك أوجي بدر دادبة بلي طبيعي وبيجة مبين يعني شواب يعني أتشقن أتشقن أبتشقن ده بكو مثلا كتاب ده فردا لوح المحفوظ جي بيقص بك كو أتشقه يعني تمام حكم أحكامه كو تدية ده بي بيشو كم وينبستي بيشو كم بوريو هشك بو قلم يعني تشتي كويرة وتشتي كبورية تمام يخدا نفسان ديو قلم قد جفت القلم قلم ورفيع الصحف وتغربون أبيات علم العفو المحفوظ إذا خداي تعالى تبي قيد كليا وإيجاد دبك أمسا كتاب مبين يعني بي لوح المحفوظ قيد بك قصبك ودبك كتاب مبين بخو قرآن بخو بجي بلي إيجا مثلا قرآن ب تلك آيات القرآن وتلك كتاب مبين هردو شو عطف ببسلفة يعني وكا عطف بيان جبرا تدي مثلا ده حتشتي كو يعني عيني تشتكي دني إفادة كرن أو بفرق لي أنلامكي يعني هردو معنى وان يكا أو أنا بخير شو بيجا هدن وبشرة هدن وبشرة أب آيات قرآني أو بكتاب مبين هدن وبشرة يعني هداية وبشرة دبكو ببن حالجي هردو وبشرة للمؤمنين ودبكو ببن بدل جبر آيات إبا تلك آيات القرآن أبانا آيات القرآن بدش بايوش وان آيات إبا كهدن وبشرة كهداية ومزقين ودبكو ببن خبر جبوين مبتدك معزوف راجي هي هدن وبشرة شما أبانا هر شار إعرابة هر سي إعرابة اشتغلت برسن شنكي إعرابة وان تقديرية كو إعرابة وان تقديرية معنى أولارق هر سي معنى جي ليب كمن يعني يك جي نسبة كدب حال أبيد دي الرفعة أبيد الرفعة دا دو إعرابة درسن يك جي بدلة جبر آيات إبا أبيد دي جي دبا كو ببا خبر جمهورتكي معزوفرة كو هي هدن وبشرة ياجي مثلا دبكو ببا خبري بعد الخبر جي تلك آيات القرآن بكتب أو تلك هدن وبشرى للمؤمنين وصاجي أو يانا بيجا بخير الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إجا بشرى يجبون مؤمنا را بلي بشرى يجبون مؤمنا را سورة أماطنا سورة سورة نمل بشرايا مزقين اجبونا مؤمن ارا ايجا كي جان مؤمن الذين يقيمون الصلاة اول مؤمني كو لميجي قائم دك لميجي بجي دينن يعني بالركن والاركان تمامي له معنى سيله بجي دينن ويؤتون الزكاة وزكاة خجد وهم بالآخرة هم يوقنون او بآخرة او انكو قرد شك ايمان بيتن ايمانك جازم وقطعي أولو دا يعني كو تكرارا مبتدئاتيه كرن جبونا حسريه
يعني قرب قوتا خدا وهم بالآخرة يوقنون شو هذا باشقة سورة دا لتشن جير دا جبضا بعسكري عيني وصابوتيه وهم بالآخرة يوقنون ها إجا قوتيه وهم بالآخرة هم يوقنون أبي أجبونا شو قوتيه جبونا حصري قوتيه يعني جرتشك إكو حقيقي بإيمان بآخرة دين أول أبي أجبونا جملة اسمية تكرارا مبتدائي أبيا جبونا شيه جبونا حصري ماله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب المبين أبيا قرئ ماله قرئ بالتفخيم والإمالة بالتفخيم قال الجات يخوندن أو بإمالة بالكسره واجات يخوندن طاسين صين ياجي طاسين إجاب إنجا بالكسره وانا ألفاجه فعنكم يعني كسي كو فرقه تشكي بيجه هيا جريا مالا يعني قالند قالند معنوي اوه نورمال قالند توني لادا او كسره يقن إنجا بير تون لادا او قنا بلير أني يا رابا أو كيف صدر يا ترشاوي أمي سر طاي نفسه الطي يعني طيب تفخيمي وبمالتي هوندني طا ياسين طا طاي نفسه أي خشة يعني أو طا أو طا مقالن دي قالتي هوندني ياجي بمالا ببال بال ألفي طا نا إشتا أذم نطا ياسين يعني ألدي ما نشهد بلكي مالا فاضل ده اما genelde diye ki be elif yani demedi tabii de genelde usul şeydi belki eka imala be bal kesri va imala bal kesri va ça çelme şu galat rejisim sim be bal kesri va mazhur belki de ne e ta tamam ta ta imala be bal fethi va va hoşe اما ایما مبال ایوا مثلا تا قالن ده تا 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 شو ایمانا به بال الیفه یعنی ایمانا به بال الیفه بایا بله بله تمام ما حقا قصه با یعنی وقت وقو یعنی سین سین شوی او کسره او نا قالن نایخون سین 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 اجب او جب صاد به نظام مالي او الطابه طا مالي ام درباص من علمي قراءتي ام ام بي خبردار نين ام نظن والله شوبه مالي يعني اصلا كتابي قراءتي هنا مبني بن رأي مبتر خان وتلك إشارة إلى آيات السورة تلك آواني هاني ها آيات في سورة يعني تلك آيات القرآن يعني آيات سورة نمل أو شيء آيات القرآن إجابة الكتاب المبين كتاب المبين كاتشية إما اللوح يا لوح المحفوظة إيه قال لوح المحفوظ شو قصدي كتاب المبين كقي لوح المحفوظ شو مبينة كوكب مبين بيا قال ما جبدي تاتشية ابتدى نافين ها وإبانته إجا يعني بيان كرنا اللوح المحفوظة أنه قد خط فيه كل ما هو كائن ها تشتي هي قوم بلا هاتيه قيد كرن لوح المحفوظ ده مبينتي او ابا فهو يبينه للناظرين فيه إبانة او يبينه بيان دك للناظرين جبونا ابيك ليبنيره ليبنيره فيه دبان آياتي هاني ده إبانتان ببيانكي بيان هيك شو انا بيان ديك يعني اوتشق ظاهره يعني واما السوره ياجي ام بين مقصود بين نو اللوح المحفوظ مقصود ج تلك ام بين سوره تلك ام سوره هاني ايات القران ايات القران واما القران ياجي ام بين مقصود به قران وابانتهما يعني ابا قران وابا سوره شو بيان مبين انهما يبيناني ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع أو بيان دكن ما أودعاه أو تشتكواتي الدانين دواندا
من العلوم والحكم ج علم و ج حكمتا و ج قانون و شريعتا تشتكن وان دهاتي دانيني اوانا بيانا ويدكن يعني مثلا حكم احكام كود في السورة هان دا يا حكم احكام كود قرآن دا هاتنا دانيني بيانا وان دكا اكو ليه بني رات دا بيان كي يا ظاهر بيان يعني مبين بوي معني وان اعجازهما اعجاز قرآن و اعجاز في سورة يعني ظاهر مكشوف ظاهر و اتشقه يعني كو مبين مبين يعني او كوان يعني اعجاز قرآن يا اعجاز في سورة يعني او يا اتشقه برشعبه هركس دبينه وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين إجاء آيات وان آيات إضافة كم بالقرآن بها يا بالكتاب المبين بها بتشن نواي أم إضافة كم آيات القرآن يا آيات الكتاب على سبيل التفخيم لسر سبيل تعظيم التفخيم لها وتعظيم تفخيم أجبون آيات را وتعظيم آوان شنكي او آيات وقت كن تين نسبة كرن بالقرآن با قرآن مزن حالي او آيات جي مزن دمت كن تين نسبة كرن بالكتاب با او كتاب كن لوح المحفوظة بياخد او كتاب كن قرآن او كن مزن حالي لبان آيات جي مزن دمت شما لأن المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة إليه إضافة كن بالمزن كيبا بالتعظيم كيبا او وذا تعظيم مثلا كتبيجي كتبه كوري حاشا شوان بچوك دبه كتبه كوري سلطان بإضافة كنا بالمزن اكي ومزن دبه حالي لفان آيات اجي كتين نسبت كرم بال شوا تين نسبت كرم بال مضافو إليه كي مزن با كو قرآن يا كتابه او جي برا مزن دبه بله فإن قلت كتبه جي لما نكر الكتاب المبينو مثلا ده قوتية چه قوتية آيات القرآن والكتاب المبين والكتاب المبين ما الفهم بقوله أما وكتاب مبين عطفة نكيرة كده بس المعرفة بقى وعين زمان كتاب نكيرة آنية فائدة وشيء فائدة نكيرة تياوي شيء ماله قلت أزبجم ليبهم بالتنكيري جبوي مبهم به نكف شبه نكف شبه بنكيرتي نكف شبه ها فيكون أفخم له ده تفخيم أوي كتابي وتعظيم أوي ده بنكيربوني ده وكتاب كتابك يا كتابك نكف شاكو أو نكيرتي أوي جكو دراسة تعظيمك أو شخدمك أو تنوين أوي تنوين تعظيمي يا مالي ايجاد تشكي وصا منزل بيا آيات هنا كو نكيرتي دلسة إبهام أو دلسة تعظيمتك دوه بالي كقولي تعالى وقا قوتنا خداي تعالى في مقعد صدق عند ملك مقتدرين اوانا ده مكانكي جيكي كرونين مقعد صدق عند ملك مقتدرين لبا ملككي مقتدرك واقتدارا وقوة وجوجي وهي الهرشي ده بعث رجع قيامتك والله أعلم يعني كوانا دو حضور خدا دا دو لقارش خدا اوانا اندكا بري آيات چيه في مقعد عند ملكين ملي اوه ملكين دو بردانا كيرانيه او جبونا چه جبونا تعظيمه بلي فإن قلت اكتبجي ما وجه عطفه على القرآن اذا اريد به القرآن ما وجه عطفه وجه عطف كرنا كتاب مبين عطف القرآن بكريه إذا أريد به القرآن وقت كنت كتاب يجي مقصود به قرآن قصد ما قلت بك لوح المحفوظ بلا قصد كرن تمام ولوح المحفوظ بلا قصد كرن قرآن أو مثلا لوح المحفوظ ها إيجا كنت أم ببيجن مقصود جوه قرآن يجي كتابة وكتابة مبين يجي قرآن عطف قرآن تكلم سر قرآن با شو أتشل با قلت أذي بيجن كما تعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو قولك هذا فعل السخي والجواد الكريم تدبيش أبيا كرنا
كرنا انسانك مردي قنج جو مرده انسخيش خو معنا جو مرده والجواد الكريم يجي قنجك مرد ايش خو هردو معنا وان يكر افتا والجواد الكريم عطب كيف سر سخيه با وحال حال ده صفات هردو صفات جي معنا وان يكر عيني قابي ده تشخيو الله يعني عيني تشدني فاده كرن عطفا صفتك يا تيك مسر صفتك يبا شواد البردا وصادبه دبردا جي عطفا كتاب يا تيك مسر قران يبا كو او كتاب جي قران عين اشتا مال لان القران هو المنزل المبارك قرانك وصا منزل يعني كو بيدن بي هات يا ناصر كده تدريجا المبارك مبارك المصدق لما بين يديه كو تصديق وان كتاب بري خدك فكان حكمه حكم الصفات المستقلة بالمدح يعني تمام يعني يكو كابيج لأن القرآن يعني جواب ده تمام فعل فعل السخيل جوادي هب صفة أما دبردا الكتاب القرآن جهب آيرينا هب اسم نصفة أنت صفة عطف نكب سر صفة طبعا تا اسم عطب كيف سال اسمك ما إجاد بي أوجد بكو صفات جبالة قصد كرن شما تشكل في قرآن بمعنى كي منزل المبارك والمصدق اليوم بين يديه أو أوكو ناظر بيه بيدا بي مبارك وتصديق وان إيه بري خدك إيه فكان حكمه حكم الصفات المستقلة بمثلي عندي حكم في قرآنك وأنا علامة دو حكم وان صفاتك مستقلة بمثلينا ده كحكم الصفات يعني فكأنه قيل سانكي أواغوتيا تلك آيات تلك الآيات آيات المنزل المبارك وأي كتاب مبين وآيو باردو وآيو كتاب مبين أبانا تلك نبي نبي كريم تلك الآيات آيات المنزل تلك الآيات آيات المنزل المبارك بلي أبان آيات آيات وان آيات كو وصا تدريجا المنزلي المبارك أبا كو بيدا بيهات الناظر كرن ومبارك و وآيو كتاب مبين إجا آيو كتاب مبين جي ديسا مضافة كي مقدر كراهات ويدر دا كتاب مبين دا مضافة كي مقدر كرن جبونا كو عطفة ومسلا وبسلاحة يعني هر دو جي دي تينج قرآن معنوية صفتي جي دقرة كو معنوية صفتي جي دقرة رادبة وآيو كتابين جي عطف تكب سر با سانكي عطف صفتي بسر صفتي با كو هردو عيني معنى كي بنجي معنى بسلح مانا تشتكي كو اسكين بيلم يا يانش ببيجم ون ببيجم جمرا اس ممنون دون وقرأ ابن أبي عبلة والله أعلم شن جراج درباس بيه مقصود بي عبد بن سعودة وكتاب مبين خندية بالرفعي مرفعي خندية كتاب وكتاب لما كده ماذا قراءته ماذا نو صيصة قراءته ماذا وكتاب مبين بالنسبة بجرية تلك آيات القرآن وكتاب مبين يعني تلك آيات القرآن وتلك آيات الكتاب المبين يعني كلام كم مضاف ليش آيات را إجوي وكتاب مبين خندية هي أوشك شو أشد به مالك برفعي به بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين يعني كتاب مبين يعني وآيات كتاب مبين يعني بلد مضافة مقدرة أو مضافة كتشي حسبه كو مضافة كتشي حسبه عندي كتاب مبين هاتي قوتني فعزف المضاف وقيل المضاف لي مقامه كتاب كتير جيوي لو ماكو مبين جسيفاتي ويا برفعي تشبيا يعني آيات مضافة عطف آيات بسر آيات بها يعني أو شيء حسبي أو آيات شيء حسبي كتاب مضاف إليه كتير جيه مضافة مبين جغو صفاتي ويا أو جيب رفعي هاتيا مالي يعني كلام سر عصف مضافة مالي فإن قلت أغرق بيجي ما الفرق بين هذا وبين قوله ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين دبر دا آيات الكتابي ده بري كتاب ده بري قرآني إجا مثلا مبيني كريا صفة قرآني يعني تم ترسي برايا دفر ده مبين صفة كتابي آيات آتي نسبت كما قرآني ما دفر ده
tam tersaviye. Sure-i Hucur da ayeta yeki da kultu ezebejim la farka beynehuma kat fırkdına beynehuma latına ma'na ve lalak yekin illa ma beynel ma'tufi ve ma'tufi aleyhi illa fırkdına beynel ma'tufi ve ma'tufi aleyhi de çoğu heye fırkda bir dajilina beynehuma da aynı usaya ha mine teqaddumi ve teekhuli je peşketini ve paşketini yani de bir da mesela kitab ma'tufe Kur'an ma'tufi aleyhi ama de yani de sure-i hucurda de bir de ija embejin Kur'an ma'tufe kitab ma'tufe aleyhi ve zalike ija ku mesela ma'tufe ma'tufe aleyhi peş hep kevin yalpay hevenin ya yek ev ve çoğa ev ya ija gori kaide Kur'an-ı nehve ev yana zemekşeri usa bebeje tabiye mesela insana ki ku baranjawi çibe yani ihtisasa wi çibe vakti değinmişi mesele ki ve hemen jui ihtisasa ku hemen kapmıştık alan azemakşeri ji nehve jibet ku alan azemakşeri nehve gava ku tişteki beje hemen çoğutke tabi hemen kete alan aku kete alan aku o nehve sarfı hemen li icratke kava ija beje فإن قلت أردت بيجي صحيفة 450 دوها سر سورة نملة فإن قلت ما الفرق بين هذا نا باردو وذلك على ضربين معطوف عليه كورا عطف كلم بالسر هذا تقديم وتأخير دوان دا تشي ببا دقسمي ونانا بلي وانا الخوري على ضربين على ضربين بلي على دربين نفسه وذلك على دربين دربين جار دربين نفسه على دربين دربين بدل عطف مياش بشوية مهرب دربين باش يكشي دربين جار مجرى التسنية او جارية مجرى التسنية لا يترجح فيه جانب على جانب وكتب جاء زيداني شو هردو زيد تو بی هر نزید هات نه، یعنی تو فرق کاکو یک بری یکی هات به به هر هات بن قط فرق نه، یعنی هر دو حکم اولارق هر دو عینی وکه، ها لا ترجع فی جانب علی جانب، جانب کی نه سر ترجع سر جانب کی تسنی یعنی هر دو عینی حکم کی دان، یعنی تقدیم و تأخیر دا معطوف علیه د عینی حکم کی دانه، و دربین فيه ترجح دربك يجي تدا ترجح هيا يعني أبي أولتني أو أنملية تؤي دواتني أو أنموي دمرتبة ديادة تؤي سياتني أو دمرتبة سيادة أو فرق هيا يعني دق قسم أم عطف ولا رق دق قسم هيا تج عطف بكيب سلافة جاء زيد وعمر دبه هردو بهبرا جاءت من دبه يكبي يكيدا جاءت به يعني او اولارق هر دو ده عینی حکم کی دانه اما تو بجا زیدن فعمر فاواف و بیجی ایجاب منی فرق که بگه او جد بجا ده معطوف علیه دا یک جی قسمه کی جی ده حکم تسنیه ده قد ترجع ده نابین معطوف علیه دا تنه هر دو وکه من ده حکم خدا قسمه ده دیا ده فرق ده هیا ابی اول جرى أول بقى إيه ديا جرى مرتبة ديا ده إيه سيا جرى مرتبة سيا ده فالأول وقسمه أول نحو قوله تعالى وقولوا حتة سورة بقرة وقولوا حتة وادخل الباب سجدا نوصى وادخل الباب ده عطف كم سبيبا وادخل الباب سجدا وقولوا حتة ده جيادتين ده بقرة سورة سلاشتي ده عرافة لاشتي وادخل الباب السجدة عطف كم سبيبا يعني معنى نا جهرة تبيجي وادخل الباب سجدا وقولوا حتة يا تبي وقولوا حتة وادخل الباب سجدا يعني تمام ده قرآن ده وادخل الباب سجدا بريه وادخل شيء وقولوا حتة بريه وادخل الباب تبي بده أما معنى نا جهرة يعني بري برابا بيجن يا رب تقولي معفوكي ده بيدا ده سجدة داخلي
نداری بیت المقدس دادمن یا خود بری بری بیت المقدس داد در باس ببن او بیجی یارو بتقولی معفو کی یعنی ابیا یا اوسا آشاما کی جراتنه هر دو وک هم هر دو دعای اوکیدانه فرق تنه کی جان جوان بری به کی جان پاشیه بجی معنی ناگهره ابیا در حکم تسمیه ده ترجیح جانبه کتر جانبه کی نایه کنه ها و من هو ما نحن بصدده عینش بی قسمه هانیه یعنی جاری مجد تسنیتی لا یرجحو فی جانب علی جانب اف قسمه کو امتی دانه عینی وصایه یعنی دبر دا کو اطفا کتاب مبینین هاتیه کرن بسر چبا؟ بسر قرآنین بسر قرآنی با عینیه یعنی چوا د سوره کی باشقا دا قرآن دا پیدا هاتیه او دبر دا ایجا لپیشی هاتیه معنی ناگوره قد فرقوان جهبتنه ترجیح معطوف مثلا معطوف علی چتکیتنه ما نحنو فیه مجی عینی جبیایه او ثانی قسمه که ایجا فیه ترجحون تیده ترجیحه ابی اول گل اول به مرتبه اول دابه اید دیاد آد دیاد دابه ایستیاد دابه نحو قولی تعالی وگو قطنا خدای تعالی کد بیت چه شهید الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم ها شهادت ده خدای تعالی شهادت چه ده انه لا اله الا هو کو اله تنن الا او بتنه خدا شهادت ده بینی یک شی شهید الله والملائكة وملائكه شهادت ده وأولو العلم اهل علم شهادت ده ای کو تو فردا بیجی شهید طب یعنی قطع نظرك آیته امجن شيء شهد أول العلم والملائكة والله أنه لا إله معنى دبهرة دبردا شهادة خدا جهر جه تماما مصفرة دبايد ده ملائكة ده دبايد هي أبا علمي دبردا شو هي دبردا يعني عطفة ده ترجح هي أبي أول ده هو نملي أبي دبودا جوي نملي تري أبي دبودا أجو أوصى يعني دبردا سرالما نملية سرالما اما د ابا کو ام انا د مسلا ویدانه او وقول حتتون ودخول باب سجن سوره لما نه önemli هر دو یک وکمن عین قون میدانه معطوف معطوف الی عین قون میدانه اما د وی مثلا شهید الله انه لا اله الا هو الملائكه اولو العلم سوره لما önemli ده بردا قاعده کی önemli گو زما شهید خدا جه رازیبه هدن و بشرا لسر اعراب هدن و بشرا شو مگو مگو شن اعراب دوانا درستن رفع و نسب تب درسته كاكو نسب باوي شوابه رفع باوي شوابه ام هدن و بشرا اعرابه وان تقديريه يا في محل النسب او الرفع يا محل خدا منصوب يا مرفوع فالنسب اگر كود محل خدا محل منصوب على الحالي دبن حال اجا شواب چد بل اي هادية و مبشيرة وان آية قرآن هادين و مبشيرة يعني هداية كارن و عین زمان مزگین دیدن مزگین کارن مزگین جینه میشه و العامل فيه اکا کو حال به یعنی عامل حالی ها به که چه دوان در عمل دکه ما فی تلکه من معنى الاشارتی اسم اشارت به معنى یشیرویه یا معنى اشیرویه او معنى اشارت معنى فعل اشارت اشبر که دوان در هیه در تلکه در هیه او معنى اسم اشارة عمل ذكا دهدا وبشرادا كحالا ومنصوب والرفع كأم هدا وبشراد محلا مرفوع بجن على ثلاث اوجه سي معنى جوانا لازم مش خد سريع ولد جو اعراب ولد يك على هي هدا وبشرى ده من خبر جملتك معفوف رك هي وعلى البدل من الايات مثلا ما قلتش دقيق ما جو ملي ملي هاي طمع ابو تلك ايات القران والكتاب المبين اجاب بدلش بش وان ايات باجي هدى وبشرى للمؤمنين تلك ايات القران اجاب بدلش بش وان ايات باجي هدى وبشرى للمؤمنين كو هدايته ومزجين جبنا مؤمنا ملي نرى بدل كو أمر رفعي بخوينة بالي نقطك ها
وعلى أن يكون خبرا بعد خبر. تلك تلك آيات الكتاب وتلك هدى وبشرى. ها إجا أو شغي تلك مبتدايا آيات بخبري بي إجا خبري تدياج هدى وبشرى أي جمعت أنها آيات وأنها هدى. جمعت توب ذكي مانا تخدا أنها آيات كفانا هنكي آيات وأنها هدى وبشرى وأمانا هداية ومسكي. والمعنى في كونها هدى للمؤمنين يعني قيم مؤمن ده ضلالته دانا كفانا آيات وان هداية دكين شواد من هداية جم مؤمن رب رب يجن هداية جبونا امي كود ضلالته دانا هداية بخصوصا وانا هداية جوانا شما بيج مؤمن رب شو مؤمن جاكي هداية دانا لأنها أمعنى بأبه أنها زائدة في هداهم. أبان آيات هاني هداية طوان هريزي لتردك. قال الله تعالى خدايت على البجاء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. أما أي مؤمن خدايت على إيمانا وان زلتردك فزادتهم وان زلتك إيمانا جيت إيمان با جيت إيمان با خدايت على مؤمنا ده زلتك يعني إيمانا وان زلتك. Demek ki iman vayete zeyde kirin. O zaman ban ayet acı insanı mümin ra. Demin ki iman aman pe zeyde kirin. Feyin kulte el tübeji. Ve hüm bil ahireti hüm yuqinun. Keyfe yettasilu bima kablehu. Yani mana olarak. Bima kablehu ba. Çi kadar alaka dare. Yani peyvestavi. Giredanavi. Bima kablehu ba. Bitşiba giredaya. Kultu el tübeji. Yehtemilu. أن يكون من جملة الصلة الموصولة. الصلة موصولة منه. آيات ما مقتبوش. مقتبو. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون. أبي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شواد من الصلاة الذي. أدبكوا وهم بالآخرة هم يقين أوجب الصلاة الموصولة. أوجب جملة الصلاة. يعني الذين يقيمون الصلاة. والذين يؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة يوقنون أو يفتح جملة الصلاة أبي أيك معنى كيف ويحتمل ويحتمل قلت يحتمل ويحتمل أن تتصل الصلاة عنده أن تتم الصلاة عنده الصلاة الوداد قضاء ها مملكين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قضية طمم ويكون جملة اعتراضية أب جملة وهم بالآخرة يوقنون جملة معترضة بسري أخوي كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صانكي تيقوتن أفان مؤمنك عمل صالح دكن لم يجا خب جيتين روجيا خود دن الزكاة خود دن هم أفاني هاني هؤلاء أفاني هاني هم بالآخرة الموقنون أفانانك قرشك إيمانك حقيقي بآخرة تين آيون وهو الوجه وان وجه الراس باشي كأوابع جملة بسري خبه نبتت تماما جملة صلاة ويدل عليه يعني على انه هو الوجه الوجه الاخر وجه الثاني يعني وجه الدية هو الوجهية دلالة سلبياتك انه عقد جملة ابتدائية من اذ جملة مبتدا ابتدائي ولا خاطئة جريدا وكرر فيها المبتدأ هاتية تكرار كرنت هذا مبتدأ الذي هو وهم أو مبتدأ وهم كذا هاتية تكرار كرنت لماذا؟ وهم بالآخرة هم يوقن مني؟ هاتية تكرار هاتية تكرار كرنت أبيا إفادتك كتشية أبيا جملة بسري خوية نقري داي بجملة بلي خوية بل جملة معترضة جملة بسري خوية مالي حتى صار معناها أما تلو دليل أبصا حتى صار معناها معناوي أول شربة يعني كل جملة ابتدائية وأو مبتدأ جهاتية تكرار كنن طب إذا مخشري علم بلاغته علم معانية واندا لبيشة إجاد بيتش أب تكرار جملة ابتدائية وكل مبتدأ جهاتية تكرار كنن أبي يجبونا تشيه فايدة ويجبونا حصرية يجبونا حصرية دا إفادة كنن يعني أبي كو موقن يعني أبي كو يقينا كسين أولارق إيمان بآخرة الدين أبانانا ها جوانا بيبانين أبانانا ها أبخوزي بيشن
حتى صار معناها معناه اول شد به وما يوقين بالاخره بني حاصله جدر قصه شو معنى وما يوقين او يحصل ايش كده دخل ايش تكرار مبتدا دخل وما يوقين بالاخره ايمان حقيقي باخره ناين حق الايقان بحق بحقيته يعني باوريه باوريه كقطعي الا هؤلاء انجحوانا كينو الجامعون بين الايمان والعمل الصالح ابيكو تشتكن ابيكو يعني دنا بينا يعني هر دياجيتكن يعني تين اراكي يعني هم ايمان تين وهم جي عمل صالح تكن شما لان خوف العاقبه يحملهم على تحمل المشاق شنك جبركو ج عاقبتا اخرته جبركو تترسن ابيكو حمله وانتكر سر شي لسر زور الغيل سر زعمتين سر عمل صالح لسر كلفتا عبادته وطاعته وانشته هاني تفدن برشعبه خو شنكي يعني او ترسى آخرته عذاب آخرته لبرشعبه وان جرشك بصا سمطلاش مش بيه جانلان مش بيه اوه كو تشتك كو اندي تشتي زعمت جي لبرشعبه وان رحت كريه او عبادته خو بجيتين مل يلي اولا وحتى باشي دنگي خونك اندي انا ظانم ام يا حرمتا من بو يا خلاص سيات غاشي لو ماما دنگي خونك خودش برا زيبه برتا شكورت كم ده او تركي ده بي سيدا ده بي طا سري ها سري وقت ما ده بي تفخيم الى ده امارة الى ده اقنمشتو طا طا بنفسه